شعورك ايه لما سجل ركله الجزاء الاخيره امام المنتخب الاسباني وانت تنظر له وهو يسجل الركله الاخيره ركله ضربه الترجيح الاخيره امام المنتخب الاسباني؟ ايوه انا عايز هذه اللحظات. انا كنت مع اصدقائي في احد المقاهي هنا بدواحي مدريد، وكان الناس، كانت السفاره المغربيه حاضرا معي، وكنا ولاحظت انه بكل هدوء، انه عنده ثقه في الثقه في نفسه. الثقه عنده ثقه في نفسه، وهو كما كان، لانه هو لدي اصدقاء كارباخال صديقه، لهم صديق بالكلمه بالدرجه الاولى، مراتلا نفس المشكل، لان لعبوا معه في ريال مدريد.